صاحبة عمرها غدرت بيها من غير ما تحس. مش هتصدق اللي حصل مع الطالبة نيرة الزغبي في جامعة العريش، وازاي قابلت وجه كريم بعد ما خلصت على نفسها وهي صايمة، وايه رد فعل اهل نيرة. تعالوا بينا نعرف القصة من اولها. بنت عمرها 18 سنة، ملتزمة وشاطرة جدا في كلية طب بيطري من العريش، سابت بيتها واهلها في الدهلية وتغربت في العريش عشان تحقق حلم اهلها وتبقى الدكتورة نيرة. سافرت نيرة العريش لأول مرة في حياتها وعاشت في مدينة جامعية، وهناك اتعرفت على صاحبتها شروق اللي الحظ جمعهم عشان يعيشوا مع بعض في أوضة واحدة. في الأول اتصاحبت نيرة على شروق، ونيرة كانت معروفة إنها بشوشة وملتزمة لدرجة إنها كانت بتصحي كل صحابها في السكن وتصلي بيهم الفجر. في يوم من الأيام حصل مشكلة عادية بين نيرة وشروق اللي بالمناسبة تبقى بنت ضابط كبير ومن عيلة غنية، وده كان السبب انها بتشوف نفسها على الناس. بس طبعا نيرة ولا في دماغها، هي مسافرة تدرس وتحقق حلمها. حصل الخلاف بين نيرة وشروق، وهنا بقى تحولت شروق صاحبة نيرة واللي قاعدة معاها في نفس الأوضة، وتربصت لنيرة وخلتها تدخل تستحمى وصورتها من غير ما تعرف ولا تحس. وبعد ما شروق صورت نيرة أخدت الصور والفيديوهات دي وبعتتها لصاحبها اسمه طه. وشروق وطه كانوا صحاب جدا، والاتنين قرروا ينتقموا من نيرة لمجرد انهم كانوا شايفين انها احسن منهم. أخد طه صور وفيديوهات نيرة وبعتها ليها، وقعد يساومها ويطلب منها طلبات زي مثلا تقلل من نفسها وسط اصحابها وتعتذر ليهم في رسائل على جروب الدفعة وتحاول ترضي شروق على قد ما تقدر. طبعا نيرة من غير تفكير وافقت على طول ونزلت رسالة اعتذار وكلمت والدة شروق تتأسف ليها عشان تخلي بنتها تمسح الصور. مش بس كده، دي كمان نزلت للإدارة في المدينة الجامعية وبلغتهم بكل اللي حصل معاها وازاي صاحبتها صورتها في الحمام والطلبات الغريبة اللي بتطلبها منها عشان تمسح الصور. وكان رد المشرفة امشي يا نيرة، انت عارفة شروق بنت مين، بلاش تخربي بيتنا كلنا. نيرة لقت الدنيا تقفلت في وشها وما بقتش عارفة تعمل ايه ولا تروح فين، لحد لما قررت انها تصوم ووقت الفطار تشرب حبوب. وكلمت مامتها في الدقهلية وقالت لها سامحيني يا ماما انا مظلومة، الحقيني بطني بتتقطع. وبسرعة صحاب نيرة اخدوها على المستشفى، بس روحها كانت خلاص طلعت. واتصلت المستشفى باهل نيرة وفعلا راحوا استلموها، والمدينة قالت لهم انها فرقت الحياة بسبب هبوط حاد. المفاجأة بقى اللي فتحت القضية ان في العزاء قرر صحاب نيرة في الجامعة انهم يبلغوا اهلها بكل اللي حصل معاها، وان نيرة راحت مش عشان جالها هبوط، لا عشان خلصت على نفسها، وان في بنت صاحبتها صورتها في الحمام وكانت بتطلب منها طلبات غريبة، ونيرة ما استحملتش كل اللي حصل معاها وبدأ اهل نيرة يعرفوا الحقيقة ويشوفوا الصور وسكرينات والكلام على جروب الدفعة، وفعلا عرفوا الحقيقة كاملة وسط صدمة ابوها وحسرت امها على بنتها اللي راحت في عز شبابها وما لحقتش تفرح. وفعلا اتفتح تحقيق عاجل واتقبض على شروق وصاحبها طه، وكمان والدها الضابط اتوقف عن العمل لحد ما يتحكم في القضية، لان في شكوك كتير والغاز الكل بيسأل عنها، هل فعلا نيرة خلصت على نفسها ولا في حد هو اللي حط لها الحبوب في العصير؟